السلام عليكم المتتبعين الاعزاء والمتتبعات العزيزات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. السلام عليكم المزيغين والمزيغين، اريفيين تريفيين، ماني مهجه، نتمنى ان شاء الله اتيرين بخير وعلى خير والصحه اتيرين به ان شاء الله يا رب العالمين. كنرحب بكم جميعا في هذا الفيديو ديال هذا النهار. هذا الفيديو ديال هذا النهار جيت نهضر على واحد الموضوع مهم، كلنا وبدون استثناء ما كرهناش جينا الفيزا والباسبور ديالنا فيه الفيزا والبيي ونهزو الفاليزه ديالنا ونمشيو لاوروبا. الحلم الرائج ديال الشباب والشابات حاليا، ولكن فعلا كما قلت كنا بغينا نمشي، ولكن تما دائما كنحطوا الف علامه استفهام، فين غادي تمشي والطريق اللي غادي تدوزها. الا كانت الفيزا غادي دير الفيزا وغادي تمشي بطريقه قانونيه، انك ما غاديش تضر النفس ديالك، لله سبحانه وتعالى امرنا بحفظ النفس، يا ودي مرحبا والف مرحبا. ولكن حاليا هذا الشيء اللي كنشوفوه انهم الناس كيعطيو الملايين 10 المليون فما فوق باش يمشي في الفلوكه، شوف يا اما يوصل يا اما يغرق يا اما يموت يا اما يوقع له شي عاهه مستديمه في الجسد ديالو. وصراحه يعني هذا الشيء كيدمي القلوب والعيون، كيدمي القلوب قبل العيون، لانه شفنا بزاف ديال الحالات مؤخرا ديال الشباب ما شاء الله عليهم، ولكن كلهم رجعوهم في الصناديق ديال الموتى، ولا وقع لهم شي كوارث اللي كانت ما كانتش على البال. حاليا بنادم خاصو يخدم على راسو، شنو يدير؟ المانيا طالبه الناس للعمل، بنادم يقرا ولا يدير شي تكوين، انها المانيا خاصها اليد العامله، ما يريسكيش ما يرميش الانسان النفس ديالو في الخطر والتهلكه، لانه ماشي كاملين اللي مشاو في الفلوكه وصلوا ونجموا يعني وكانت الامور هانيه. راه سبحان الله شحال ديال الشباب كانوا عوامين ما شاء الله تبارك الله، ولكن ملي تقلبات بهم ديك الفلوكه ولا دخل عليهم الماء ماتوا، مشات الارواح ديالهم وخلاو وراءهم الامهات ديالهم كيتحسروا. الله يحسن العوان، الله يحسن العوان. وحاليا حتى البنات واخا كانوا كيمشيو البنات، ولكن دابا البنات حتى هما بواحد الطريقه يعني كيمشيو بزاف، يعني المهم الهوس ديال اوروبا. كما قلت كلشي باغي يمشي، كلشي باغي القانون، كلشي كاره الوضعيه، يعني حنايا الوضع دابا هنايا ما كيفرحش، ولكن الانسان ما يرميش راسو في الهاويه ويقول لا راني غادي نمشي نبدل الوضعيه. راه ماشي غير غتمشي غادي تلقى صافي كلشي موجود، راه يمكن راه شحال ديال الناس وصلوا حتى تما من قوه ما لقاو حتى شنو ياكلوا، رجعوا طريق خسروا داك الفلوس تما وفي الطريق ورجعوا. لهذا الانسان خاصو يفكر شي طريقه اللي هاجر بها، طريقه تكون شرعيه باش ما يجيبش الضرر اولا للنفس ديالو وللاهل ديالو، خاصه كما قلت الامهات الله يحسن العوان اللي كيتحسروا على وليداتهم بسبب الهوس ديال اوروبا. كما قلت كاين المانيا كطلب، كاين القرعه الامريكيه، كاين كندا، كاين بزاف ديال الحوايج بنادم يخدم ويدير شي دبلوم يقرا ويدير شي دبلوم ويمشي بطريقه شرعيه ما فيهاش الخطر. وكاين عاود بنات الناس، راه كاينين بنات ديال اوروبا اللي كاينين كيلقاو الشاب يعني معقول باغي الزواج ديال الحلال والاستقرار وباغي يعني يكون المستقبل ديالو ويستقر، ماشي يمشي يدير الوراق ويجري على المراه يعطي لها باطا. لا، كاين اللي منين كيلقاو الشاب بعقله
وباغي يكون الاسره حتى هما راه كيعاونوه وكيديروا له الوراق وكيدخلوه ومشحال من واحد يعني شفناه كون عائله جات البنت من اوروبا صوبت له الوراق ودته هنايا من هنا معزز مكرم ولكن راه الاخوان والاخوات راه الطريق ديال البحر اللي خرجت دابا راه الناس اللي كيديروا هاد كيتاجروا في هاد الشيء وكيديو الناس راه ما كيفكروش في الارواح هذيك البنادم اللي كيمشي معاهم ما كيفكروش فيها كروح عندك تموت ولا عندك يوقع لها شي حاجه ولا ماشي شغلهم كيعتبروك تجاره كتجاره شحال غادي يديو ديال الناس يعني شحال غادي يدخلوا ديال الفلوس يعني حتى واحد ما كيفكر في الروح لانها عزيزه عند الله سبحانه وتعالى والمحافظه على النفس يعني وما رميوهاش في الهلاك ايوا كنتمنى ان شاء الله يسهل ربي على جميع الشباب والشابات اللي باغيين يقطعوا يعني يمشيوا لاوروبا ولا اللي باغي يدير هنايا شي حاجه المهم الله يسهل على الجميع ولكن راه هذيك الطريق ديال البحر ديال هذيك الفلوكات راه والله الا كتجي تمام للواحد والله يحسن العوان اصلا راه الغربه صعيبه بمجرد ما تقول للوالدين ديالك راني غادي نمشي واخا غادي تمشي في الطياره بالوراق ديالك بكل شيء الغربه كتكون صعيبه الله يحسن العون الله يسمح لنا من الوالدين ما بالك الا مشيتي في واحد الطريق ديال الخطر يمكن تعيش يمكن تموت ايوا كنتمنى ان شاء الله ربي يحن على الجميع وحنايا ماشي كنضد ان بنادم يفكر في المستقبل ديالو ولا يمشي ولكن كما كنقول ما يرميش يعني الرؤيه يعني ما يديرش نفسه في الخطر لانها الله يحسن العوان راه كيوقعوا كوارث مؤخرا يعني راه غير واحد السيمانه راه دفنوا 6 في نهار ولا ما بين يومين ولا 3 ايام دفنوا 6 ديال الارواح اللي كانوا مشاو واحد الفلوكه ومنين كتسمع هكا وكتشوف الامهات ديالهم الله يحسن العوان راه لا اله الا الله محمد رسول الله يعني بنادم ما كيلقى ما يقول ولكن كنتمنى ان شاء الله ربي يفرج وبنادم كيما قلتي يجتهد على الاقل يشد الباك ديالو ويدير الدبلوم راه كاينين طرق واللي معاود اللي كاينين ماشي بالضروره كيما سمعت انا انها المانيا كتطلب صحاب يعني الصنعه اللي عنده كيعرف الميكانيك عنده المهم بنادم يدير الدبلوم ديالو الحلاقه الاخر البلومبي ديال الماء الضوء تريسيانات ديال الضوء المهم الواحد يدير الدبلوم ديالو ويدفع به ويجيب له ربي السهله ان شاء الله وربي كريم بنادم ما يقطعش الياس من الله سبحانه وتعالى غير ما يرميش النفس ديالو ولا الروح ديالو في الخطر ويخلي والديه كيتحسروا من بعده لها حتى لهنايا غادي نساليو الفيديو ديالنا ان شاء الله وكنتمنى ان شاء الله يفرج ربي على جميع المسلمين والى اللقاء الى فيديو اخر.